مش معقولك محسوبك أبو جانتي ملك التاكسي. ولصالح مين بتشتغل أنت؟ لصالح عبد الحي. لصالح مين يعني؟ يا رجل أنا شوفير تاكسي بتعيش على باب الله وجاي أشوف السيد مطيع. شو بدك من السيد مطيع؟ والله في بيني وبينه موضوع خاص. موضوع خاص بينك وبين السيد مطيع؟ وليش متضايق أنت إنه في موضوع خاص بيني وبين مطيع؟ لأنه ما في شيء خاص بيني وبينه ما رح أحكي لك شو في بيني وبينه. يلا روح جيب لي، ما رح أحكي إلا قدامه شخصيا. شحطوا انتبهوا علينا يا هوب. مرحبا اخي. خير شوفي ليش صوتكم طالع؟ معلم مسكني متسلل، كان عم يتسلل وكان عم يصور كراتين وشكله كان بدأ يصور لمستودع ثاني. متسلل؟ ايه طبعا بده يفوت لعنا متسلل. لا انتو شو شغلتكم لتحسوا هالباب؟ شو ملتي لك؟ الله وكيلك يا معلم، فاتحين عيوننا 10 10. اخذتوا منه موبايله؟ ايه ليكم معلم. اهلين وسهلين. والله وقعت ما حدا سمع عليك. اهلين سيد مطيع. احكي مع معلم ادب لك. اجلوا لي الضرب لبعدين، بدنا نشوف الحباب بدي يحكي لحاله ولا لا. ما بدنا الناس يقولوا عنا مستخدم العنف. وليش العنف يا سيد مطيع لا سمح الله؟ لانك متسلل وعم تصور ومدري لمين بدك تبعت الصور. لك منين طلعتوا لي فيها هي متسلل متسلل؟ انا شفت الباب مفتوح، لا حسيب ولا رقيب، قمت حملت حالي وفتت. يعني انت اذا بدك تحاسب بتحاسب الرجال اللي عندك، مو بتتقاوى على واحد درويش مثل حكايتي. سامعيني يا كابر؟ عاجبكم الحكي؟ بس حسابي معكم بعدين، لاني هلا انا محتاجكم. والله غلطان يا سيد مطيع، لازم تحاسبهم هلا وفورا. اذا تركته والله لا يفلتوا ويخربوا لك الشغل كله، لانه حرام. شو ذنبهم هالكراتين هيك ملحوشين؟ خلص ما بتتدخل، شان داخلي ما بخصك. وهلا بدك تقول لي شو جاي عم تسوي هون؟ بتعرف وحده اسمها كارينا؟ ايوه هلا فهمت ليش انت هون. قلت لي كارينا اكيد هي بعتك لهون. قديه دفعت لك ولا؟ يا اخي ليش انتو هيك؟ يعني اذا الله عطيكم القوه والعضلات تركبوا على ظهور العالم وبتتهمون على كيفكم؟ لك بلا حكي ولك، هلا بدك تجيبها لهون.